ربنا يصبركم يا جماعه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. احسنت يا استاذ حسن. وانتوا يا حاج خلوا بالكم من صفاء، دي حبه عيني خست النص. ربنا يستر. امال الست شيرين ما جاتش معاكم ليه؟ شيرين في اسكندريه مع جوزها ولسه ما تعرفش. لما ترجع ان شاء الله هتيجي تعزي على طول. المهم انها بخير. لا الحمد لله بخير. يلا ام صلاح نقوم نشوف خديجه علشان احنا لسه مشوارنا طويل. يلا. امشوا فين يا استاذ حسن؟ ما تحيه جهز العشاء. لا لا يا حاج ملوش لزوم، انا سايب الشركه والموظفين لوحدهم لازم ارجع النهارده. معلش يا حاج سيبهم براحتهم، هم بيغوروا بالبيت بيتهم. دقيقة واحدة، عندها لكم خليج. اتفضل يا حبيبي. معقولة تمشي يا أستاذ حسن؟ معلش يا حاج عبد الدايم، إحنا مش غرب زي ما قال حربي. مش عشان نيجي نجامل يعني نضيع وقتكم ونقعد نتضايق بقى ونتعشى والكلام ده. إحنا هنقوم نشوف خديجة ونتوكل على الله، عشان لسه مشوارنا طويل. بالسلامة. الله يسلمك. بالسلامة يا أستاذ حسن. طب اشربي ليمون بس عشان تهدي أعصابك شوية. من ساعة اللي حصل ما حطيتش في بطنها لوك. تعمليش في نفسك كده، انت ست مؤمنة ولازم نرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله بس هو يا خدت اللي كان مصبر كنت واخد الدنيا ضحك ولعب. بقول مش مهم، كفاية اني طلعت بيه من الدنيا هيبقى راجلي وسندي. أنا العيشة المر اللي أنا عايشاها. يا أختي يا أختي كل حاجة، أنت لو جرى لك حاجة محدش هينفعك، لا اللي عايش ولا اللي مات. قوم يا خديجة، جماعتك مستنيينك، عايزين يسلموا عليك قبل ما يمشوا. أنا عايزة بس قبل صفاء تشرب أي حاجة عشان تهدى شوية. أنا هشربها، إحنا أخوات في بعضينا. وأنا غريبة يعني يا حربي. قومي يا هنا، قومي اديني وقت. على مهلك. عايز ارتاح. بسم الله. بسم الله. بالراحة بالراحة. قومي يا بالراحة. بسم الله. مالك يا حربي؟ في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ هو انت البعيدة ايه؟ ما عندكيش دم. ليه يعني عملت ايه؟ يظهر تربية مصر تربيتنا. ربيني يا حربي. ربيكي. بس في وقته. يلا. السلام عليكم. معالي الوزير بيكلمني كل ساعة تقريبا، الرئاسة عايزة تقرير عن خطتي. مش هنتكلم في الأخطاء. ونقول إن إحنا كان ممكن نمنع الجريمة قبل ما تحصل. كل ده كلام ما منوش أي فايدة. ولا إيه رأي سيادتك يا حضرة المفتش؟ والله يا باشا أنا كنت باخد تمام من أحمد بيه سلطان كل يوم، لأن هو اللي ماسك الملف، والصراحة هو كان متابع كويس. معرفش الحكايه فلتت منه ليه المره دي. دي يا فندم الملفات اللي حضرتك طلبتها. ولما انت عندك ملفات الناس دي كلها سايبهم ليه؟ اوامر الاعتقال اللي عندك خلصت ولا يا فندم؟ مش مسألة أوامر اعتقال، أسيوط ليها وضع خاص، عشان كده بنخلي الاعتقال آخر حل ممكن نلجأ له. وضع خاص يعني إيه يا أحمد؟ أنا فاهم أحمد بيه وصديق سعادة الباشا. سعادتك أسيوط فيها عادات كتيرة كلها مرتبطة بالحزب من هو بالحزب، عشان كده المسألة مش سهلة، وفيها تعقيدات كتيرة يا سعادة الباشا. يا سعادة المفتش في الأحوال العادية ممكن نجامل ناس، نربط مع ناس، لكن لما يبقى في حاجة تمس أمن البلد الناس دي تتحرق ونشوف شغلنا. يا فندم انا هدي حضرتك بسلة التعقيدات اللي بيتكلم عليها سيادة المفتش. رمضان اللي اتقتل في الاحداث ده ابن توفيق خاطر ودول عيلة كبيرة جدا وكلها مسلحة. يعني البلد متوقع انها تولع باللحظة والتانية لان الناس دي لازم تاخد بطارها. شوف يا احمد انا جاي بتكليف من الوزير ومن رئاسة الجمهورية عشان احل المشكلة وححلها. ححلها والباقي كله بالنسبة لي تفاصيل. تفاصيل. هنت عليك يا رمضان،
وانت عليك هان عليك تحرق قلبي يا رمضان، هان عليك تسيبني لوحدي في الدنيا دي من غير سند من غير ذرية. ده انا عملت كل ده عشان خاطرك يا قائد، عشان لما تكبر تلاقي في ظهرك مال وكلمة زي السيف على رقاب الكل. آه يا رمضان، آه يا ولدي، الرصاصة دي دخلت قلبك ازاي؟ دخلت ازاي من غير ما تخاف مني؟ توفيق خاطر مقدرش يحميك، ولا انا اللي من غير قصد دخلت لعبة القمار دي وخسرت. لكن لا، حياة قلبك انت ما لحقش يتمتع بالدنيا دي اللي عملتها لك، ما حسيت طهرك مش هيكفيني فيك بني خاطر شرقي كلها، مش هيكفيني فيك بني خاطر شرقي كلها. حبيبي يا رمضان، حبيبي يا ولدي، حبيبي يا ولدي، يا ولدي هجيب لك راس اي واحد في البلد كبير او صغير، هجيب لك راس اي واحد في البلد، او هتتاكل اللي حيهدالي بلد، او حيجيلي الام قبل ما اخد بطار ولدي. ولدنا رمضان زين الشباب بني خاطر كنا، ولدنا رجعوني، رجع لي ولدي توفيق، رجعوني.